السلام عليكم، كيف الحال الشباب؟ اليوم جايب لكم طريقة كيف بتفعل مميزات واجهة شاومي على واجهة أجهزة بوكو. طبعا الطريقة تحتاج روت، وهي أفضل طريقة يعني بنظري. بحط لكم روابط الملفات بالقناة على التليجرام. بتفعل الملفين عن طريق الماجيسك، بتروح تنصبهم من الانستال فروم ستورج، وبتكون عندك تكون عندك الملفات موجودة. طبعا المميزات اللي حتكون بالملفات، طبعا سرعة الحركة حتكون موجودة، والانيميشن سرعة الحركة حتكون موجودة والانيميشن، وراح تكون البلور التغويش، ويكون في انيميشن بتشغيل وقفل التليفون، في انيميشن يعني، وتتغير الحماية، بتكون نفس الروم الصيني. طبعا انا استعمل الروم العالمي، بس هذه الملفات الموجودة تعطيك المميزات. ويكون فتح التطبيقات بهذه الطريقة. طبعا لازم بتحمل اخير تحديث لل بوكو لانشر، بتحمل اخير تحديث، هذا هو أول واحد بتحمله، 27 ديسمبر 2022، يعني قبل 5 أيام. وموجودة روابط في الوصف، ولا تنسى لايك والاشتراك في القناة، ونشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله. مع السلامة.